رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو أيا وجهها يا عذاب سي كرديا كدب خسارها إذا مضى إسرائيل كسو جارد يدقال كغزة يصدق كلا دب بحية ذا إسوسات ريا كذا شيء إنه كوجل درستي إنه سوعليو تدك أي قفاشين مجاهدين تحماس استراتيجية إذا مضى إيرلوكا فلسطينيين تأيا سوين إيش اللوجوها يا كدب مركي للدلي أفر يلا باتنا عسكري مالنتي سنين تا وانا خساره وكوب بدنا عيسو غادا إسرائيل هال مالين قدهد تانيا مركي وبلوضي دولان كارولكا يغزا دبياقادي أكتوبر تدكال انتي وحاكم دا كوب يلا باتنا عسكري وكايد آه كواسو لغو ديلي هال ويرر ويرر كان اولو اديك سيدي باسوكيال كود عاي تانجي يلا باد اسمي او اي عيدا مندو اسكود ديين اني قرحيان ايا نتنياهو وحاوكو تلمامي مصيبو إيمانويل نافون oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Tel Aviv ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in khasaaraha ciidanku uu saameeyay qof kasta gudaha Israa'il maadaama ku dhawaad qof kasta oo dalka ku nool uu wiilkiisa ama walaal ama qof qaraabo ah uu ka dagaalamay Gaza dhinaca kale kala qaybsanaan ayaa ka dhex aloosantay golaha wasiirada dagaalka ee Netanyahu kadib mudaharaadyo ka dhacay magaalada Tel Aviv iyo banaanka gurigiisa oo ku yaala magaalada Quddus halkaas oo ehelada la haystayaasha ay socod ku mareen iyagoo ku dhawaaqaya dhamaan iyo hadda si ay ugu booriyaan soo celinta la haystayaasha Isxaaq Ogaashe CBS TV ما شاء الله سو دوواده لجانقات شركه تيليسوم محمل وحي كو دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين واقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادابا محمل سوقشو قريقاقا حافيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقالسو حديد نمبركا قابن 121